قتل نائب القنصل التركي وأحد مرافقيه في هجوم مسلح على مطعم في مدينة أربيل شمالي العراق. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في أربيل أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مطعم كان دبلوماسيون أتراك يأكلون فيه، فيما ذكر شاهد عيان أن مهاجما دخل المطعم وبدأ بإطلاق النار قبل أن يفر في سيارة كانت تنتظره في الخارج. ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا عدنان جان. عدنان، تركيا تعهدت بالرد، هل توجه أصابع الاتهام إلى أي طرف غير حزب العمال الكردستاني؟ وقال حتى هذه اللحظة ليس هناك أي اتهامات رسمية تركية لأي جهة، لكن هناك حديث في وسائل الإعلام التركية لا سيما تلك المقربة من الحكومة تشير إلى ربما وقوف تنظيم حزب العمال الكردستاني وراء هذا الهجوم المسلح. الرواية الرسمية التركية وقال حتى هذه اللحظة تتحدث عن مقتل موظف تركي واحد يعمل في القنصلية التركية في أربيل وإصابة اثنين من المواطنين العراقيين الذين كانوا يتواجدون أيضا في نفس المطعم الذي كان يتناول فيه الموظف التركي طعام الغداء. هناك حديث كان لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أولو قال أن بلاده من الممكن أن ترسل وفدا إلى إقليم شمال العراق لمتابعة تطورات وتفاصيل هذا الحادث. قال بأن تنظيم قال بأن الفكرة الأولى من وراء أو الفكرة الأولى التي ترد إلى الأذهان بعد هذا الحادث مباشرة تشير إلى وقوف تنظيم حزب العمال الكردستاني وراءه، لكن قال يجب انتظار التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية. وقال أن بلاده أيضا تتواصل بشكل مكثف مع السلطات في إقليم شمال العراق وأيضا مع السلطات المركزية في بغداد للوقوف وراء تفاصيل هذا الحادث والتعرف على هويات الأشخاص الذين نفذوا هذا الهجوم. أيضا الرئيس التركي في تغريدة له على تويتر أدان بشدة هذا الهجوم وقال بأن بلاده سوف ترد على الجهة التي نفذت هذا الهجوم. كما ذكرت أصابع الاتهام حتى هذه اللحظة تشير إلى ربما وقوف تنظيم حزب العمال الكردستاني، والرواية الرسمية التركية تتحدث عن مقتل موظف تركي واحد فقط وبالإضافة إلى مواطن عراقي آخر وإصابة شخص ثالث بجراح خطيرة كانوا يتواجدون في المطعم الذي كان يتناول فيه هذا الموظف التركي طعام الغداء. وائل، طيب عدنان، في حال ثبت مسؤولية حزب العمال الكردستاني ولم تثبت بعد، ما شكل الرد التركي المتوقع طالما أن تركيا أصلا تقوم بعمليات عسكرية حتى قبل أيام في المنطقة؟ بالفعل ربما سوف يكون هناك إجراءات أمنية أكثر تشددا سواء في مناطق جنوب شرقي تركيا أو تكثيف العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي لا سيما عملية المخلب التي تستهدف مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق. من المرتقب ومن المتوقع بحسب ما تفيد جميع التحليلات حتى هذه اللحظة أن يقوم الجيش التركي ربما بتوغل بري أكثر داخل العمق العراقي لا سيما استكمالا لما توعد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في جبال قنديل واستهداف مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني. كان هناك توغل بري محدود خلال الفترة الأخيرة، لكن ربما خلال الفترة المقبلة وفي حال ثبت فعلا وقوف تنظيم حزب العمال الكردستاني وراء هذه العملية قد نشهد توسيع للهجمات العسكرية التركية، توسيع للغارات الجوية على مواقع التنظيم بالإضافة إلى التوغل البري التركي الذي كان يوصف بالمحدود خلال الآونة الأخيرة ربما بسبب بعض الاعتراضات العراقية، لكن ربما بعد هذه العملية التي استهدفت الموظف التركي في القنصلية في أربيل قد نشهد توغلا بريا تركيا أوسع في الشمال العراقي. ابقى معي عدنان، نذهب الآن مشاهدينا إلى موقع الحدث في أربيل بكردستان العراق. معنا من هناك مراسلنا حازم الشرع. حازم، هل اتضحت ملابسات الهجوم وهوية الضحايا؟ لأن هناك كان بعض التضارب بخصوصها. نعم، لم تصدر حكومة الإقليم لغاية الآن بيان حول هوية الفاعلين، لكنها قبل ساعة من الآن أصدرت
بيانا مكتظبا، قالت انها ستجري تحقيقات جديه بالتعاون بالطبع مع الحكومه التركيه وستعرضها للعلن في حال حصول نتائج اوليه عن هويه الجهه المنفذه، وانها لن تسمح لاي جهه بتعكير صفو الامن في اربيل. بالطبع هذا سبقه بيان من الأسايش الذي تحدث بشكل مفصل عن، وهو يطابق أيضا البيان التركي، أنه موظف تركي قد قتل اليوم بصحبة مواطن عراقي. ولغاية الآن ليس هناك يعني حديث رسمي عن أي ماهية الجهة الفاعلة. حزب العمال الكردستاني وعبر فصيل مقرب منه قال أن العملية ليست من مسؤوليته وأنه نفى مسؤوليته عن الموضوع. الجهات الأمنية بحسب مصادر قطعت الطريق إلى قضاء مخمور، وهو قضاء يقع جنوب أربيل ويتبع محافظة نينوى، لكن فيه مخيم كبير جدا كان حزب العمال الكردستاني قد سيطر عليه بشكل واضح قبل تقريبا 8 أشهر أو 6 أشهر، وقصفته القوات التركية في نهاية العام الماضي، وكانت هناك خسائر. قالت أنه أن تنظيم حزب العمال أنشأ وحدات عسكرية في هذا المخيم. بالطبع التخوف هنا أن يكون الرد ليس فقط في جبال قنديل، بل يكون في الداخل العراقي. حزب العمال الكردستاني ليس يمتلك يعني وحدات وتنظيمات ليس فقط على جبال قنديل وعلى شريط الحدود العراقي، هناك في سنجار أيضا قوة واضحة لحزب العمال، وأيضا في هذا المخيم الذي يقع جنوب أربيل. ما الخيارات إذن التي يتركها هذا الهجوم لحكومة أقليم كردستان العراق للتعامل مع هذه الاختراقات الأمنية الخطيرة؟ بالطبع هذا الهجوم يعني وعد سابقة، يعني لم تتكرر خلال السنوات الماضية. المراقبين يعتقدون أن حكومة القيم محرجة بشكل كبير بسبب أنها دائما كانت تفتخر بقدرتها على حماية البعثات الدبلوماسية والأجانب بعكس ما كان يحصل في العاصمة بغداد. هي تعهدت بإلقاء القبض، فضلا يعني أنه الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل يمتلك علاقات ممتازة مع الجانب التركي، والجانب التركي في المناطق الخاضعة للحزب تجده يعني تجد التعاون التجاري والسياسي وحتى الأمني واضح. وأيضا الحزب عبر قياديه لطالما انتقدوا حزب العمال الكردستاني لاستخدامه الأراضي العراقية لتنفيذ عمليات داخل الأراضي التركية، كون أن هذه العمليات سببت هجرة معظم القرى في الشريط الحدودي وسببت خسائر كبيرة للجانب العراقي. نعم، شكرا جزيلا لمراسلينا حازم الشرع في أربيل بكردستان العراق وعدنان جان في اسطنبول.